صلاة قبل الاعتراف. أيها الآب القدوس الذي يحب رجوع الخطاة وقد وعدت أنك مستعد لقبولهم، انظر يا رب الآن إلى نفس خاطئة قد ضلت وتاهت في أودية العصيان زمانا طويلا، فيه تمررت وشعرت بشقاوتها لبعدها عن ينبوع خلاصها، والآن تتقدم إليك تطلب منك تطهيرها من الأدناس والأقذار التي توحلت فيها. اقبلها ولا ترفضها، فإنك إن نظرت إليها بحنوك وعاملتها برحمتك تنقت وخلصت، وإن أهملتها بادت وهلكت. امنحني يا رب نعمة بها أتقوى على الدنو منك بإيمان وطيد ورجاء تام، لأعترف بذنوبي وأكره العودة إليها، وليبكتني روحك على آثامي. أنر قلبي لأرى كم أخطأت وأسأت وتركت وأهملت، وامنحني عزما وحزما على عدم الرجوع إلى الإثم، لأثبت في حفظ وصاياك وأحيا لمجد اسمك القدوس. آمين.